مع غروب ساحر للشمس في ساحل فوقوم، يتأمل الصياد الخمسيني جمال الشنغي غروب المكانة الرفيعة لمهنته التي يحبها قدر محبته لهذه القرية الساحلية غرب عدن وقدر عشقه للبحر. صح لما يجي وقت الصيد نشبع كلنا، مع الدولة مع كلنا نشبع. حين الصيد صباح تحت ولاقي لغمة الغداء ما يلاقي الصيد في السواحل، ما حصل أمان من جميع هذا الحاجات التخريب. تخلت عنهم الدولة ممثلة بوزارة الثروة السمكية، وأصبح البحر نهبا للشركات الكبيرة وصيدها الجائر، كما يعاني الصيادون في مختلف السواحل اليمنية من مشكلات كثيرة. موسم الشمال هذا احنا متضررين، وكم سفاهة راحت، والسبب معناته يجينا ريح من هذا العين، نسميه احنا موسم شمال، تتعور المكاين، تتعور قوارب، تتعور. قالت الدولة بتصلح لنا، لا التفت الدولة. يكاد يخفي الحاضر البائس لهذه القرية النائية ماضيها الجميل، فقد كانت مقرا لرئاسة أول تعاونية تضم رابطتها آلاف الصيادين من المهرة إلى باب المندب. هذا المبنى في قرية فقم الساحلية كان مقر أول مؤسسة تعاونية للصيادين والمنتجات البحرية، صار خاويا على عروشه، وصار الصيادون يبحثون عن مؤسسة نقابية ترعى شؤونهم التي تدهورت كثيرا في السنوات الأخيرة. يرقع هؤلاء الصيادون شباكهم المهترئة كأحوالهم، ويسابقون الزمن ليلحقوا موسم الحبار ومحصوله الوفير الذي تستقبله القرية ببهجة كبيرة. الشاب الصياد أصبح يعاني عندما يقوم بالإنزال الأسماك إلى مراكز الإنزال لبيعها، تخصم ضريبة، لكن عندما يكون هناك موسم رياح قوية أو عطل في محركة أو في شباك صيدة، لا يستطيع ذلك مركز الإنزال أو تلك الجمعية أو حتى المؤسسة الخاصة بالصيادين وزارة السمكية أو مؤسسة الصياد الساحلي وهيئة مصائد الأسماك بتوفير شيء بسيط جدا. أكثر من 700 قارب وآلاف الصيادين في قرية واحدة فقط، ومثلهم الكثير على امتداد شواطئ خليج عدن، يشكلون قطاعا مهنيا مهما لاقتصاد البلد، لكنه مهمل من قبل الدولة، ويفتقر لرابطة نقابية تعود لهذه المهنة أمجادها الغابرة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.